أجمل شيء في العالم هي الأم، كف الوالدة، هذا أجمل شيء. أصلا الدنيا بعد وفاة الأم تصبح بلا ألوان، الدنيا بعد وفاة الأم تصبح بلا ألوان، كل الأمور مصائبها تعوض، حتى الأخ حتى الابن إلا الأم لا تعوض أبدا. كل الناس بمجرد أن تشكو لهم ما ينتابك، مجرد أن تذهب ينسى القوم إلا الأم، تذهب في الثلث الآخر تتوضأ وتسجد وتدعو لك بالتوفيق، ولا وفي الصباح تسأل عنك ماذا جرى معك. لا أحد في العالم يكترث بك كأمك، استحالة. لهذا إذا كانت أمك ما زالت حية فاغتنمها، فهي منجم من الحنان والعطف والبركة ومنجم دعاء كل العالم، تقول له أدعو لي لا تنساني في ظهر الغيب. حتى إذا ذهبت أنت لمكة ابنك تقول له يا بني لا تنساني من دعائك، إلا الأم لا توصيها، لا توصي أو الوالد لا توصي أن تقول يا أبي يا أمي لا تنسوني من الدعاء، لأنهم لن ينسوا، أصلا هم يذهبون للدعاء لك. لهذا كل المصائب جلل وتهون إذا وقفت الوالدة أمامك. لهذا تفقد أمك. أن تسأل نفسك الآن وأنت تسمعني، ما أشهى طعام تحبه أمي؟ اسأل فقط طعام. نحن الطعام كم مرة نأكل في اليوم؟ نأكل كم مرة ولا تعلم ماذا تريد الوالدة وما هو أشهى الطعام الذي تحبه؟ اسأل نفسك العطر، العطر المفضل للوالدة ما هو؟ البخور المفضل للوالدة ما هو؟ حتى يعني لماذا تتقصير؟ كم مرة قالت لك الوالدة ليس في جوالي رصيد؟ وكم مرة قالت لك الزوجة ليس في جوالي رصيد؟ ستعلم الفرق وستعلم التقصير من أين يأتيك. أنا لست ضد زوجة أو ابن، لكن أنا ضد التفريط في الأم. الأم لأن مفتاح كل سعادة تنتابك، لهذا لا تفرط فيها، اجعل الأم هي الهدف الأسمى لرضائها. غدا الخميس وكلنا نسعى في يوم الخميس أن نذهب هنا وهناك ونستمتع، وأمهاتنا في البيوت، نهتم بأبنائنا وزوجاتنا ولا نكترث بأمهاتنا، هم أولى الناس في العناية بهم، خصوصا بعدما علاهن الكبر وبيض الشعر، ليس لهم إلا أنت. لهذا الأم كل إنسان تسعى لإرضائه بمالك أو بإحسانك، إلا الأم ترضى عنك بابتسامة منك أو حتى برسالة نصية أو حتى بمكالمة، كيف حالك يا أمي؟ تراها في الدنيا وبأسرها وبما تحتوي الدنيا. لهذا لا تفرطوا في أمهاتكم.